طيب زين، هسه أنا قبل أن ننتقل لباقي الأرقام، هاي عندي ثلاث أرقام، شنو الفرق بيناتها؟ أنا كمواطن من أريد أجي أبلغ، ليش أتصل على ثلاثة؟ ليش ما أتصل مثلاً بس على 104؟ أبلغ لل 104 مباشرة، شنو الفرق ما بين هاي الأرقام؟ ال 104 يعني حالياً هو يعمل يعني وفق مثلاً حالة يتم ملاحظتها أو مشاجرة أو يعني أي أمور تم ملاحظتها أنه بها فد شائبة في الشارع العراقي، يتم هذا الموضوع اتصال بال 104 مباشرة، راح تتوجه لدوريات النجدة والطرفين، طرفين مثلا إذا أكو فد نزاع أو خلاف أو فد حالة يتم يعني استحابهم إلى مركز الشرطة والمركز يبدأ الإجراءات القانونية. طيب بالنسبة للشرطة المجتمعية، إذا كان الشخص يطلب حل فد يعني إشكال أو فد مشكلة بين طرفين، مشكلة عائلية يحب يحلها بدون أي إجراءات قضائية، بإجراءات ودية يعني وبسرية، يتم عن طريق الشرطة المجتمعية. طيب نرجع لقضية التوحيد، توحيد الأرقام، أكو فد سقف زمني؟ والله إن شاء الله عن قريب، إن شاء الله يعني إن شاء الله عن قريب، لأن يعملون تدري هذا الموضوع يعني بعدة إجراءات، يعني عدة إجراءات والكثير من الدوائر، وإن شاء الله يعني بأقرب وقت راح يتم العمل ب911. طيب سيادة العقيد، اليوم تحولت العملية من عينات موجودة في بعض المناطق إلى شبكات متكاملة. أحد المتصلين ذكر قال بطريقته هو طبعاً، قال يابا ماكو متابعة. طبعاً أنا ما ألوم المواطن، لأنه تعرف أنت المواطن هو مو على اطلاع كامل بالحيثيات، حيثيات القانون، حيثيات الإجراءات، حيثيات الكذا. فبعضهم أنا أسمع من عندهم وأريد أو أتعمد أنه أبقيهم حتى أوصل لهم الفكرة. قال يابا ماكو متابعة. بالفعل انتم ما عندكم متابعة سيادة العقيد؟ استاذ حسين